طيب النهاردة هنتكلم عن الدرس التاني اللي هو تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية. طيب سؤال، أول سؤال ينفع نسأله شكلها إيه المعادلة التربيعية دي؟ قال لي المعادلة التربيعية شكلها هيبقى أ س أس 2 زائد ب س زائد ج بتساوي صفر. يعني ايه؟ قال لي الحاجة المميزة فيها ان السين بتاعتها اس كام؟ اس 2. دي اول حاجة مميزة. طيب مين الالف؟ معامل سين اس 2. يعني ايه معامل سين اس 2؟ يعني الرقم اللي مكتوب جنب السين اس 2. طب مين ال ب؟ معامل السين. يعني ايه معامل السين؟ يعني الرقم اللي مكتوب جنب السين. والجيم ده الحد المطلق. يعني ايه الحد المطلق؟ يعني رقم مفيش جنبه سين خالص. طيب أخدنا في تالتة إعدادي إزاي نحدد نوع جذري المعادلة؟ لأ، إحنا أخدنا في تالتة إعدادي إزاي نجيب الجذرين. كنا بنجيبهم بحاجة اسمها القانون العام. لو حد فاكر القانون العام كان بيقول إيه؟ ممتاز. سالب ب موجب أو سالب الجذر التربيعي ال ب أس 2 ناقص 4 ألف ج على 2 ألف. يبقى تاني القانون ده اسمه ايه؟ القانون العام. طيب يا مستر انا محتاج احفظ القانون العام. هو انت محتاج تبقى عارف القانون العام في طول حياتك خلاص. طيب القانون العام بيقول لي ايه؟ سالب ب، مين سالب ب؟ الرقم اللي جنب س زائد او ناقص جذر ب اس 2 ناقص 4 الف ج على 2 الف. طيب ينفع نحل سؤال سريعا باستخدام القانون العام؟ تعال نحل سؤال سريعا باستخدام القانون العام. بيقول لي س اس 2 ناقص 5 س زائد 6 بتساوي صفر. اوجد جذري المعادلة باستخدام القانون العام. كنا بنعمل ايه؟ قال لي كنا يا مستر اول حاجة بنجيب الالف والب والجيم. والسنة دي هنتعود على حاجة، ان احنا بنكتب الالف وب وجيم دول بنكتبهم بالرصاص، والقيمة بتاعتهم بنكتبها بالجاف. طب مين الالف؟ قلنا معامل س اس 2. مين معامل س اس 2؟ الرقم اللي هيبقى جنب السين أس 2 اللي هو هنا بكام؟ بواحد. طب مين الب؟ معامل السين. مين معامل السين؟ الرقم اللي جنب السين بإشارته اللي هو كام؟ سالب 5. الجيم الحد المطلق اللي هو 6. طيب نروح بعد كده للقانون الجميل بتاعنا ونعوض فيه. هروح أقول له السين بتساوي سالب وأفتح قوس وأدي سالب ب، الحرف اللي تشيله تحط مكانه قوس، زائد أو ناقص جذر، هشيل ال ب ادي القوس بتاعها وهنكتب جواها سالب 5 اس 2 ناقص 4، هشيل الالف واكتب قوس وهشيل الجيم واكتب قوس على 2000 خلاص. طيب انا محتاج كام حاجه في الجزء ده؟ محتاج من حضرتك نعمل حاجتين. ايه هما؟ اول حاجه نحسب الجزء اللي تحت الجذر خلاص باستخدام الاله. اهو يا سيدي هاجي للآلة الحاسبة بتاعتي وأقولها لو سمحتي أنا عايز أحسب الجزء اللي تحت الجذر اللي هو سالب 5 أس 2 أس 2 ناقص 4 قوس 1 قوس تاني في مين؟ 6. بص الكلام ده بيساوي 1. قال لي يبقى السين، يبقى السين يا مستر هتساوي 5. جت من فين الخمسة؟ سالب في سالب بموجب 5 زائد أو ناقص جذر 1 على 2 في 1 خلاص. وكنا بعد كده بنكمل نقول السين هتساوي 5 زائد جذر 1 يعني 5 زائد 1 على 2. جذر 1 بكام؟ بواحد، عشان محدش يقول لي الواحد ده جه من فين خلاص. والقيمة التانية ليها 5 ناقص جذر 1 اللي هو بواحد على الاتنين. يبقى س هتساوي 6 على 2 فيها 3، وس هتساوي 5 ناقص 1 4 على 2 فيها 2. يبقى قيم الس طلعت 3 وكام؟ و2. طيب الملاحظة بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنها، ايه الملاحظة بقى يا مستر اللي حضرتك عايز تتكلم عنها؟ قال لي بص حاول تتخيل معايا جذر ب أس 2 ناقص 4 أ ج. مش الجذر ده اللي هو الجزء ده هو السبب اللي طلع لي قيمتين
يعني قال لي بص، لما عملت له زائد ولما عملت له ناقص الإجابة اختلفت. هنا لما عملنا زائد طلع لي كام؟ 6 على الاتنين، ولما عملنا ناقص طلع لي 4 على الاتنين. قال لي يبقى الجزء بتاع الجذر ده احتمال يطلع لي كام إجابة؟ قال لي 3 إجابات. أول حاجة يطلع رقم موجب، أو يطلع رقم سالب، أو يطلع صفر. طيب هرتبهم بشكل تاني، يطلع موجب يا مستر، أو يطلع صفر، أو يطلع عدد إيه؟ سالب. خلاص؟ طيب الجذر نفسه لو تحتيه رقم موجب فيها مشكلة؟ لا. يعني إيه تحتيها رقم موجب؟ قال لي يعني هيفضل عدد حقيقي. طب لو تحتيه صفر، الجذر ده لو تحتيه صفر هيأثر معاك في موجب أو سالب صفر؟ لا. قال لي يبقى في الحالة دي برضه هيطلع عدد إيه؟ حقيقي. طب لو تحتيه عدد سالب، لو الجذر ده تحتيه عدد سالب هنعمل ايه؟ قال لي شكرا، هنا ندخل في حاجة اسمها عدد ايه؟ تخيلي. يبقى الجذر ده، الجذر لوحده احتمال يطلع كام حاجة؟ قال لي يا اما يطلع رقم موجب، يا اما يطلع رقم سالب، يا اما يطلع سوري، يا اما يطلع صفر، يا اما يطلع رقم ايه؟ سالب. لو طلع لي عدد موجب يبقى جذر رقم موجب ما فيهاش مشكلة، يبقى ده عدد حقيقي. لو طلع لي صفر برضو عدد حقيقي. لو طلع لي عدد سالب في الحالة دي هيدخلني في عدد ايه؟ تخيلي. طيب تعالى نفرق ما بين ده وده. لو طلع يا مستر عدد موجب يبقى انا هيبقى عندي كم قيمة؟ قيمتين، مرة زائد الرقم اللي هيطلع هنا ومرة ناقص الرقم اللي هيطلع هنا. فبنقول عدد حقيقي، او سوري، عددان حقيقي. تعالوا نكتبها لوحديها كده. قال لي يبقى جذري المعادلة لو البه أس 2 ناقص 4 ألف جيم، أول حاجة طلعوا عدد إيه؟ موجب، أو طلعوا صفر، أو طلعوا عدد سالب تخيلي. خلاص؟ يعني طلعوا لي إيه؟ عدد سالب. خليها عدد سالب، طلعوا لي عدد سالب. خلاص؟ ده معناه ايه؟ قال لي معناه يا مستر ان هنا جذري المعادلة هيطلع جذران حقيقيان مختلفان. طب ولو طلع صفر؟ قال لي برضه هيطلعوا جذران حقيقيان ولكن مالهم متساويان. طب لو طلع سالب؟ قال لي يبقى يطلع جذران تخيليان. قال لي لا، بنسميها مركبان وغير حقيقيان. خلاص؟ فيها مشكلة الجزئية دي؟ لا. طيب يعني ايه جذرين حقيقيان مختلفان؟ قال لي يعني لما تيجي ترسمها يا مستر، تعال نشوف هنا. ماشي، تعال ندخل في الجزء ده كده. قال لي الدرس بتاعنا كله بيتكلم عن ايه؟ قال لي عن ب أس 2 ناقص 4 ألف ج، والجزء ده هنسميه ايه؟ هنسميه المميز. يعني ايه المميز؟ قال لي يعني اللي بيحدد لي نوع الجذرين. طيب قلنا نوع الجذرين ليه كام احتمال؟ قال لي بص، والحاجات اللي انا بكتبها دي تتحفظ. لو ال ب أس 2 ناقص 4 ألف ج طلع اكبر من الصفر يبقى جذران حقيقيان مالهم؟ ممتاز، مختلفان. خلاص؟ طيب الحالة الثانية، لو ب أس 2 ناقص 4 ألف ج طلع بيساوي صفر، قال لي يبقى برضه جذرين حقيقيان بس المرة دي هيكونوا ايه؟ متساويان. طيب الحالة التالتة، لو ال ب أس 2 ناقص 4 ألف ج
طلع أصغر من الصفر، يعني إيه أصغر من الصفر؟ يعني عدد سالب. قال لي يبقى جذران مركبان وغير حقيقيان. تعالى أوقعك في مطب كده، لو البه أس 2 ناقص 4 ألف كيم طلع أكبر من أو يساوي الصفر، في المصيبة السوداء دي نعمل إيه؟ قال لي بص، ده هو ضم الحالة دي والحالة دي مع بعض، أكبر من أو يساوي. قال لي يبقى أنا أضم الكلام ده والكلام ده مع بعض. ينفع أضم مختلفان ومتساويان مع بعض؟ لا. قال لي خلاص، يبقى أنا هكتفي إن أنا أرد عليك وأقول لك إن الجذران مالهم حقيقيان. تمام؟ فيها أي مشكلة؟ طيب رقم 5. قال لي يا سلام يا أخويا، طب ما أنا هروح أعملها كده، ب أس 2 ناقص 4 ألف ج أصغر من أو يساوي الصفر، وأضم دي ودي مع بعض. ممتاز، يلا ضمهم بقى يا بطل. قال لي أدي كلمة جذران أهو، جذران. قال لي هنا حقيقيان وهنا مركبان، ما ينفعش أضمهم. يا غبي، مش احنا قلنا كلمة مركبان يعني جواها كلمة حقيقيان؟ تمام، يبقى هقول مركبان. قال لي طب ما هو كده ممكن يطلعوا حقيقيان ومختلفين. قال لي لا، ما هو انا هزود عليها كلمة مركبان ومترافقان. فاكرين كلمة مترافقان معناها ايه؟ بنغير اشارة الت. خلاص تمام. ايه تاني ايه تاني ايه تاني ايه تاني؟ بس يا سيدي، طيب تعالى نشوف حاجة سريعة كده. ممكن هنا يقول لي المميز عدد، أو سوري، المميز غير موجب. يعني إيه كلمة المميز غير موجب يا بطل؟ غير موجب يعني أصغر من أو يساوي الصفر، يعني الجذرين مالهم مركبان ومالهم ومترافقان. ماشي، طيب تعالى نخش على الأسئلة ونشوف الأسئلة. طيب قبل ما نخش على الأسئلة، أنواع الأسئلة اللي عندي هنقابلها شكلها إيه؟ قال لي هم 3 أنواع يا مستر بيجوني. إيه هم؟ أول حاجة أقول لك أنواع الأسئلة. أول حاجة أقول لك نوع جذري المعادلة. خلاص؟ طيب نوع جذري المعادلة إحنا خدناهم. قال لي بس في حاجة كده ما اتكلمناش عنها، إيه هما؟ أجي أقول لك جذري المعادلة عددان نسبيان. إمتى يبقى جذري المعادلة عددين نسبيين؟ خلاص؟ امتى يكون جذري المعادلة عددين نسبيين؟ حد فاهم يعني ايه كلمة عددين نسبيين؟ قال لي عددين نسبيين يعني مفهومش ولا جذر تربيع العدد غير مربع كامل. خلاص ده مش معانا، ولا جذر تكعيبي لعدد غير مكعب كامل. خلاص يبقى تاني، كلمة عددين نسبيين معناها ايه؟ ان الاجابة بتاعتي ما تطلعش جذر تربيع العدد غير مربع كامل، ولا جذر تكعيب العدد غير مكعب ايه؟ كامل. خلاص؟ طيب امتى اقول على جذري المعادلة عددين نسبيين؟ قال لي في حالة بسيطة جدا، ادي المعادلة بتاعتك أ س أس 2 زائد ب س زائد ج بتساوي صفر. قال لي لما تلاقي المميز، مين المميز؟ اللي هو ب أس 2 ناقص 4 ألف ك بيساوي عدد مربع كامل. يعني إيه عدد مربع كامل؟ يعني عدد ينفع أجيب له جذر، يعني 1 مثلا، 4، 25، 9، 16، وهكذا. خلاص؟
لما تلاقي ال ب أس 2 ناقص 4 أ ج بتساوي حاجة من دول، يبقى الجذرين بتوعك مالهم؟ عددان نسبيا. قال لي بس كده؟ قال لي لا، وكمان هتلاقي ان الالف والب والجيم بتنتمي للاعداد النسبيه. خلاص ماشي. مش فاهم قوي يا مستر، انت عايز مني ايه في الدرس ده؟ عايزك تحفظ ان المميز هو ده، ب اس 2 ناقص 4 الف جيم. وبعدين قال لي وتحفظ الخمس حالات دول. طب هما الخمسة بيجوا أكتر، يعني الأكتر أول أربعة، خلاص أول أربع حالات هما دول اللي بيجوا كتير، لكن الخمسة دي ما مش هنقابلها غير تقريبا في سؤال واحد. طيب تعال نشوف الأسئلة بتاعتنا. ماشي يا مستر، وريني يا مستر الأسئلة. يلا يا هندسة. جذري المعادلة س أس 2 ناقص 5 س زائد 11 بتساوي صفر، هما وبنديني اختيارات. طيب ازاي نعرف جذري المعادلة؟ قال لي على طول تروح تقول لي ب أس 2 ناقص 4 أ ج. يلا ال ب بكام هنا؟ ال ب معامل السين اللي هي سالب 5 أس 2 ناقص 4، الألف بواحد والجيم بكام؟ ب 11. ونروح نحسب الرقم ده على الآلة، أهو قوس سالب 5 قوس 2 ناقص 4 في 1 في 11 بتساوي سالب 19. قال لي يعني المميز يا مستر طلع بيساوي عدد سالب. خلاص اي عدد سالب؟ قال لي عدد سالب يعني اصغر من الصفر. قلت لي في حالة لما يكون اصغر من الصفر يبقى هما ايه؟ مركبان وغير حقيقيان. طيب مستر ده سؤال اختر، هقعد اعمل كل العك ده؟ لا يا حبيب قلبي، اول ما تلاقي س اس 2 اتفقنا بنعمل حاجة جميلة قوي، بس ده عشان حضرتك لا قدر الله تتنيل تحفظ القانون. طيب اول ما الاقيها س اس 2 موت 5 3، وبعدين ادي 1 بيساوي بعد كده سالب 5 بيساوي 11 بيساوي. بص الاجابه طلعت ايه؟ فيها ايه؟ اي. قال لي الاجابه فيها اي، يبقى الجذرين مالهم؟ ايوه مركبان وغير حقيقيان. شكرا يا هندسه. طيب تعالى السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي س في س ناقص 2 بتساوي 5. خلاص تعالى نكبر الصورة شوية عشان أنا عارف إن نظرك على قدك زي حالتي. تمام، س في س أس 2 في س ناقص 2 بتساوي 5. قال لي لازم أحل الأول المعادلة السوداء دي يا مستر. يلا نحل المعادلة دي إزاي؟ قال لي السين تتضرب هنا وتتضرب هنا. س في س س أس 2، س في سالب 2 ناقص 2 س. طب ينفع تبقى بتساوي 5؟ لا، لازم تكون بتساوي 0. طب نعمل ايه في الخمسة دي؟ صفر صفر. نعمل ايه في الخمسة دي؟ ندخلها جوه بإشارة مخالفة، يبقى ناقص 5. بقت المعادلة بتاعتك س أس 2 ناقص 2 س ناقص 5 بتساوي 0. طب نوع الجذرين ايه؟ معرفش. طب أعرفها ازاي؟ قال لي عندك طريقتين، الآلة ودي اللي حضرتك تحل بيها في الامتحان، طب وفي الواجب احل بطريقة المميز. المميز كان بيقول لي ب أس 2 ناقص 4 أ ج. ال ب بكام؟ بسالب 2 أس 2 ناقص 4، الألف بكام؟ بواحد. طب والجيم بكام؟ بسالب 5. طيب سالب 2 أس 2 ب 4 ناقص 4 في ناقص 5 يبقى زائد 20. قال لي رقم موجب. خلاص مش مهم بكام، المهم انه طالع رقم موجب. طب طالع لي رقم موجب يبقى الجذرين مالهم؟ حقيقيان مختلفان. لا 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 مش مصدقك. قال لي ولا انا مصدق نفسي، هروح اعمل ايه؟ الآلة الحاسبة بتاعتي واروح اقول له مود 5 3. ليه مود 5 3؟ عشان دي س أس 2. يلا معامل س أس 2 هنا كام؟ 1.
اكتب واحد بيساوي واحد يا ولد، واحد بيساوي بعد كده سالب اتنين بيساوي بعد كده سالب خمسة بيساوي بيساوي، يلا طلع واحد زائد جذر ستة. شكرا، يعني يا مستر ده طلع واحد زائد جذر ستة، والرقم التاني هيطلع واحد ناقص جذر ستة، يعني مالهم؟ حقيقيان مختلفان. تمام، اهو احنا اخترناها حقيقيان مختلفان. طب يلا السؤال اللي بعده، قال لي س زائد 9 على س بتساوي 6. ايه ده يا مستر ما خدناهاش؟ معاك حق يا حبيب قلبي، احنا ما خدناش حاجة فيها س. طيب نعمل ايه؟ قال لي في مشكلة تحت هنا. طيب دايما نتعود المشكلة اللي تقابلك اضربها، خلاص المشكلة اللي تقابلك تعمل فيها ايه؟ تضربها. يبقى هنضرب في مين؟ في س. طيب يلا س في س بس أس 2 زائد 9 على س في س، الس هتروح مع الس يتبقى 9 بتساوي 6 في س، تبقى 6 س. يبقى ضربت الس دي هنا وضربتها هنا وضربتها هنا، خلاص. طيب دي س أس 2 يا مستر، ما ينفعش اسيبها كده، لازم س أس 2 تساوي كام في الاخر؟ صفر. يبقى ناقص 6 س زائد 9 بتساوي 0. تمام، فيها اي مشكلة؟ تمام. يلا نوع الجذرين ايه؟ ولا اعرف. طب نعرفها ازاي يا مستر؟ عندك طريقتين، خلاص انا بعد كده هحل بالآلة، انا بس دلوقتي كده ايه بحاول اشجعك، لكن بعد كده انا مش هشجعك، انا هحل بالآلة لكن انت هتحل بايه؟ من غير آلة. وعد الآلة اتقفلت، يا ريتني ما شجعتك. يلا أول حاجة، ماشي تعال نحلها بالآلة، واحد بيساوي سالب ست كده مود خمسة تلاتة، واحد بيساوي سالب ست كده، في إيه يا عم؟ كل ده عشان قلت لك حل بالآلة، واحد بيساوي سالب ست بيساوي 9 بيساوي، يلا قال لي السين طلعت بتلاتة. طب وكام تاني كده؟ عايز ايه يا حاج؟ ايه يابا؟ السين طلعت بتلاتة بس. بص تاني 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 الحتة دي عشان دي مهمة، سين ما كتبليش سين واحد وسين اتنين، ها يبقى السين طلعت بكام؟ بتلاتة اهو، س بتساوي 3 وما جابليش حاجة تاني، خلاص. طيب في الحالة دي يبقى الجذرين مالهم؟ حقيقيان متساويان. طيب مش فاهم برضو، قال لي يلا تعالى نروح للمميز، المميز كان القانون بتاعه ايه؟ ب أس 2 ناقص 4 ألف ج، الب بكام؟ قال لي سالب 6 أس 2 ناقص 4 واحد في 9، اضرب الكلام ده، سالب 6 أس 2 ب 36 ناقص 4 في 9 ب 36، الكلام ده كله طلع بيساوي كام؟ صفر، يعني المميز بيساوي صفر، يبقى مالهم؟ ها قول معايا يا أخي والنبي، ماشي، يبقى الجذران حقيقيان متساويان. طيب هكمل بقية الأسئلة كده كلها؟ لا طبعا، ده يبقى كده يعني. طيب تعال نشوف هنا، جذري المعادلة دي يكون مستر، مش دي معادلة تربيعية؟ اه لازم تكون بتساوي صفر، فأنا هظبطها الأول، هتبقى 6 س أس 2 ناقص 19 س ناقص 15 سوري زائد 15 بتساوي صفر. ليه يا مستر غيرت الإشارة؟ عشان دخلناها جوه، ده دخل جوه وده دخل جوه، خلاص. طيب نوع الجذرين هنا ايه؟ ولا اعرف. طب هنعرفها ازاي؟ هنروح للآلة الحاسبة الجميل، ادي يا مستر مود 5 3، عايز الايه؟ الايه اللي هو الرقم بتاع س أس 2 ب 6، طب والبي الرقم بتاع الس سالب 19 بعد كده موجب 15 بيساوي 5 على 3 و3 على 2، يبقى نوع الجذرين مالهم؟
ايوه نسبيين مختلفين، خلاص قلنا يعني ايه كلمة عدد نسبي، يعني ما فيهوش جذر. يعني الرقم ده، بص الرقم ده ينفع اقول عليه نسبي؟ لا، عشان فيه جذر ايه؟ 6. يبقى كلمة نسبي يعني ما فيهوش جذر، ولا جذر تربيعي ولا جذر تكعيبي. طيب عدد قيم سين التي تحقق المعادلة دي يساوي، طيب دي سين أس كام يا حبيب قلبي؟ سين أس 2، يبقى ليها كام قيمة؟ قيمتين. خلاص؟ طيب المميز للمعادلة دي يكون طيب تعال نشوف الحتة دي ونحاول نشرحها ايه مع بعض. وخد بالك بقى من الجملة اللي أنا هقولها دلوقتي. قال لي بص يا مستر، إحنا عندنا س زائد 2 الكل أس 2 بيساوي اه سوري زائد 5 بيساوي 0، وعندي سؤال تاني بيقول لي س زائد 2 الكل أس 2 بيساوي أو بلاش بيساوي، خليها ناقص 25 مثلا بيساوي 0، وعندي يا مستر س زائد 2 كل أس 2 بيساوي 0، إزاي أحل دي وإزاي أحل دي وإزاي أحل دي؟ قال لي بص يا حبيب قلبي، دي س زائد 2 كل أس 2 صح؟ تعال نطلع الخمسة دي بره، فهيبقى قوس أس 2 بيساوي عدد إيه؟ سالب. ينفع رقم نربعه يطلع سالب؟ لا. قال لي يبقى هنا ليها ايه؟ جذور تخيلية، دي حاجة ولا في الخيال. خلاص؟ طيب لو هنا سالب، قال لي لا 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 معرفش احلها بالشكل ده، ادي قوس اس 2 هيساوي سالب 25، دي هطلعها بره فتبقى موجب 25. قوس اس 2 يساوي عدد موجب، قال لي يبقى جذران حقيقيان مالهم مختلفان. ليه؟ عشان ده هيطلع مرة موجب 5 وسالب 5، فيبقى عندي إجابتين. طيب المصيبة دي، قال لي ده قوس أس 2 بيساوي إيه؟ صفر. ينفع نشيل أس 2؟ أه، ولا ليها أي ستين لازمة، يبقى كأنها س زائد 2 بتساوي صفر، يبقى الس بسالب 2، يعني ليها كم قيمة؟ قال لي جذران حقيقيان متساويان. خلاص؟ وده سؤال بيحبوا يجيبوه كتير قوي في الامتحان، ليه؟ بيتحل بمجرد النظر. خلاص؟ سؤال شكله صعب لكن هو بيتحل بمجرد ايه؟ النظر. طيب دي جذور تخيلية صح؟ صح. طيب تعال نشوف، يبقى المميز بتاعها ايه؟ عدد سالب. شكرا. يا خسارة مش جايب عليها كتير. طيب يبقى دي جذور تخيلية، يبقى المميز، وانا ليه خطي عامل كده؟ المميز أصغر من الصفر. طب دي جذور حقيقية، قال لي يبقى المميز أكبر من الصفر. طب ده مش عارف ايه، قال لي يبقى المميز بيساوي صفر. خلاص؟ وضحت؟ انا بحب السؤال ده قوي، يعني انا لما بحط امتحانات دايما بجيب السؤال ده. تعال نحط عليه كلمة مهم. ماشي، المعادلة التربيعية ا أس 2 س أس 2 زائد 2 ا ب زائد ب أس 2 بتساوي صفر، والألف تنتمي لجميع الأعداد الحقيقية ما عدا الصفر، والب تنتمي لح. ماشي، لها مش عارفين ايه. طيب مش دي معادلة شكلها ايه؟ قال لي اهي ألف أس 2 س أس 2 زائد 2 أ ب س زائد ب أس 2 بتساوي صفر. طيب أنا بسألك على ايه في المعادلة دي؟ قال لي أنت بتسألني عن الجذور. أيوه مش فاهم برضه يا مستر، حضرتك بتسألني عن الجذور، أنا أعمل ايه؟ مش عارف.
يا حبيب قلبي احنا ما خدناش حاجة فيها كلمة جذور غير المميز، فحضرتك بكل ذكاء كده تروح تجيب المميز. يعني اروح اجيب له الالف والباء والجيم، والمستر قال لي لما تعوز تجيب الالف والباء والجيم تستخدم كام لون؟ لونين، واحد رصاص وواحد ازرق. طب الالف معامل سين اس 2 اللي هو بكام؟ قال لي بالف اس 2. طب الباء معامل السين اللي هو ب2 الف باء. طب الجيم الرقم اللي لوحده اللي هو باء اس 2. طيب تعالى نجيب المميز، المميز بيقول لي الباء اس 2 اللي هي 2 الف باء اس 2 ناقص 4 الف، الالف هنا بالف اس 2، 4 الف جيم، الجيم هنا ب اس 2. طب الكلام ده هيساوي ايه؟ 2 اس 2 ب 4، الف اس 2 بالف اس 2، ب اس 2 بب اس 2 ناقص 4 الف اس 2 ب اس 2، الكلام ده يساوي كام؟ صفر. قال لي يعني المميز اللي هو ده طلع في الاخر بيساوي كام؟ صفر. يبقى ايه؟ قال لي يبقى لها جذران حقيقيان متساويان، لها جذران حقيقيان متساويان. خلاص ماشي. والله يلا تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. جذر المعادلة دي يكون عددان مركبان وغير حقيقيان. طيب بص بقى التركة فين؟ قال لي التركة ان انا كاتب لك مكان الالف جيم ومكان البه الف ومكان الجيم به. هتتلخبط هتتلخبط والله، بس تعالى اعمل الخطوة اللي انا قلت لك عليها. هنكتب الف وبه وجيم خلاص، ونختار لون تاني وتحدد بيه المعاملات. الالف هنا بكام؟ قال لي بجيم. طب البه بكام؟ بالف. طب الجيم ببه. طب المميز قال لي ب اس 2 ناقص 4 الف ج. تعال نعوض، والله لا اكتبها دي بالاحمر معلش، اهو ده القانون اللي انا هكتبه بالاحمر، ده القانون ب اس 2 ناقص 4 الف ج. خلاص تعال تحتها بقى نشيل ال ب ونكتب مكانها الف، قال لي تبقى الف اس 2 ناقص 4، هشيل الالف واكتب مكانها ج، وهشيل الجيم واكتب مكانها ب. خلاص طيب ده المميز. انا بقول لك يكون عددان مركبان وغير حقيقيان، يعني لازم يبقى اصغر من مين؟ من الصفر. الالف اس 2 ناقص 4 الف جيم، سوري 4 جيم ب، يبقى اصغر من الصفر، مكتوبة اهي. خلاص يبقى ده تعويض مباشر في القانون، بس الغلطة بتاعتك هتبقى فين؟ ان حضرتك الالف ما كتبتهاش بلون ولون، ولا البه بلون ولون، ولا الجيم بلون ولون، فتكتبها كده تلاقي عينك زاخت زي حالاتي كده. خلاص طيب كل الجزء الجاي ده التركه بتاعته فين؟ في اللون واللون. خلاص يعني اللي دخل الامتحان في السؤال ده بلون واحد لبس في الحيط. خلاص عشان كده بنقول بعد اذن حضرتك تجيب القلم الرصاص. يلا المعادله دي قال لي برضو عايز اذا كان جذرين معادله حقيقيان، يعني انت عايز الجذرين، ادي الالف والب والجيم، ادي اول لون، اللون التاني بكتب بيه المعاملات. الالف معامل سين اس 2 بالصدفه طلع الف. طب الب معامل السين، ففي هنا سين لوحدها زي دي كده، لا تبقى بكامل ب بصفر. طب الجيم الرقم اللي لوحده اللي هو ب. بيقول لك الجذرين، نروح يا مستر نكتب القانون، ب اس 2 ناقص 4 الف ج. ده المميز ماله؟ قال لي حقيقيين. يعني ايه حقيقيين يا مستر؟ اخدناها من شويه، يعني اكبر من الصفر. طيب ومختلفين يبقى اكبر من الصفر، لو قال حقيقيين بس كنا هنقول اكبر من او يساوي. ماشي يلا نعوض يا حبيب قلبي، هنشيل ال ب ونحط مكانها صفر ناقص 4، ألف بألف، الجيم بب، أكبر من الصفر. خلاص؟ طيب لو حضرتك شاطر وفاكر من ابتدائي إن إحنا لما بنقسم على عدد سالب بنغير العلامة، يبقى الألف ب أصغر من الصفر،
ده لو حضرتك لا قدر الله فاكر. طب انا مش فاكر، قال لي ده عدد سالب، عايز اضربه في عدد عشان يطلع اكبر من ايه؟ من الصفر. يبقى عشان اضرب سالب في عدد ويطلع اكبر من الصفر لازم العدد ده يكون ايه؟ سالب، عشان سالب في سالب بموجب، يبقى الالف ب لازم يكون عدد ايه؟ سالب. يا رب تفهم دي او دي. طيب فين يا مستر الف ب عدد سالب؟ طيب السؤال اللي بعده، ألف س أس 2 زائد ب س زائد ج بيساوي صفر، وكان الألف ج أصغر من الصفر، فإن جذري المعادلة ولا أعرف. بس أنت بتسألني عن مين جذري المعادلة يا مستر؟ ده السؤال بتاع اللونين، ألف بيساوي ب بيساوي ج بيساوي الألف معامل س أس 2 اللي هو بألف، بالصدفة الب معامل ب الج ج، ده راجل محترم. يلا القانون بتاعك اهو، القانون مكتوب هنا، ها انا هعوض على طول بقى. بيقول لي جذري المعادلة، يلا نعوض، ب أس 2 ادي ال ب ب ناقص 4 ألف ج. طيب ايه علاقتها بالصفر؟ لو انا عرفت علاقتها بالصفر عرفت نوع جذري المعادلة، خلاص. طيب تعال نشوف ايه علاقتها بالصفر. الراجل بيقول لك ان العدد ده سالب، خلاص يبقى سالب في سالب بموجب، قال لي يعني الجزء ده كده كله، الجزء ده كده كله طلع لي عدد ايه؟ موجب. طيب ب أس 2 قال لي غصب عنك وعني هيطلع برضو عدد ايه؟ موجب. طيب موجب في موجب بموجب، يبقى الاتنين دول هيطلعوا اكبر من الصفر، لما يطلعوا أكبر من الصفر يبقى نوع الجذرين مالهم؟ حقيقيان مختلفان، خلاص؟ حقيقيان مختلفان، مش عارف ليه بينزل لتحت كده. طيب إذا كان جذري معادلة من الدرجة الثانية فأي من المتباينات الآتية يحقق لها جذران حقيقيان؟ الراجل عايزهم نوع الجذرين مالهم؟ حقيقيان. حدد هما حقيقيان مختلفان ولا حقيقيان متساويان؟ لا. طب في الحالة دي نعمل ايه؟ قال لي تكتب القانون على طول، يبقى ب أس 2 ناقص 4 ألف ج أكبر من أو يساوي الصفر. مين في دول؟ ب أس 2 زائد، لا أنا عايزها ناقص، ب أس 2 ناقص أهي، بس هنا أصغر من صفر، لا ب أس 2 ناقص 4 ألف ج، إيه دي؟ دي أصغر برضو يا مستر، دي مش موجودة. قال لي تعالى ناخد الجزء ده كده زي ما هو ونوديه الناحية التانية، قال لي تبقى ب أس 2 أكبر من أو يساوي 4 ألف ج، خلاص أهي. بس دي خمسة، دي غلطة مطبعية يا أخي، يا أخي الكتاب كله ما فيهوش غلطة جت على دي. يلا إذا كان جذري المعادلة أعداد نسبية، الألف والب والجيم أعداد نسبية، والمميز بيساوي رقم مربع كامل. يا مستر انت لسه قايل لنا دي معناها ان هم ايه؟ نسبيين مختلفين، خلاص تمام. يبقى تاني، لما الاقي الالف والب والجيم اعداد نسبيه والمميز بيساوي مربع كامل، يعني ايه مربع كامل؟ يعني ينفع اجيب له جذر، جذر 25 ب 5، خلاص. طيب ده كده لحد السؤال رقم 12، النوع الاول من الاسئله كان بيمرني على ايه؟ ان انا احفظ القانون بتاع ب اس 2 ناقص 4 الف ج والحالات بتاعته، خلاص. طيب دلوقتي بقى هنخش في نوع تاني من الاسئله اللي هو اوجد قيمه المجهول، خلاص يا جدع ماشي. تعال نشوف النوع اللي بعد كده، وهقول لك على طريقه حلوه قوي نحل بيها الجزء ده. بيقول لي جذري المعادلة حقيقيان متساويان، يعني ايه حقيقيان متساويان؟ قال لي يعني المميز أكبر من أو يساوي، سوري، أكبر من في عينك، حقيقيان متساويين يعني بيساوي صفر، ماشي. المميز بيساوي صفر، الب هنا بكام؟ معامل السين اللي هو سالب كاف، أس 2 ناقص 4، الألف بكام؟ بواحد، الجيم بكام؟ ب25، بيساوي صفر، خلاص. عايزين قيمة مين؟ كاف مستر، أيوه
انا مش بعرف احل معادلات، يخرب بيتك يا مستر. ما انا هكمل ادبي. طيب يبقى الخطوة اللي انا هشرحها دلوقتي دي، لو حضرتك هتكمل ايه ادبي، هتكمل علمي هتحل بالطريقة اللي انا هكتبها، هتكمل ادبي هتحل بالآلة الحاسبة، في الامتحان هتحل بالآلة الحاسبة سواء علمي ولا ادبي. خلاص. طيب دي معادلة من الدرجة الثانية بتساوي صفر، صح؟ اه. ينفع اعملها مود 5 3؟ ينفع، تمام ماشي، بس انا مش هعملها بمود 5 3، انا هعملها مود 1. طيب الحاجة اللي انا مش عارفها هسميها سالب اكس، يبقى هروح افتح قوس اهو واكتب سالب، فين الاكس اهو، هسميها الفا اكس، تمام، وقفلت القوس وادي اس 2 ناقص 4 في 1 في 25. الكلام ده كله بيساوي صفر، فين علامة اللي يساوي؟ بدوس ألفا كلب، بيساوي كام؟ صفر. طيب عايز أحل، عايز أحل السؤال يعني أعمل له إيه؟ سولف. شايف كلمة سولف منورة إزاي؟ طيب هدوس له شيفت سولف، بيقول لي سولف فور اكس. يعني ايه سولف فور اكس؟ يعني بيقول لي تفتكر الاجابه هتطلع كام؟ ما انا لو اعرف ما كنتش سالتك. ايوه، ما هو بيقول لك اهبد، هو هنا في الحته دي بيقول لك اهبد، تفتكر الاجابه هتطلع كام؟ اهبد مثلا، هقول له 5 ايكوال، قال لي بص الاجابه في الحاله دي الكاف هتلاقيها ايكوال 10. طيب يا مستر يعني الاجابه هنا 10 فقط؟ يخرب بيتك، دي كاف اس 2. يعني ايه كاف اس 2؟ يعني ليها كام قيمه؟ قيمتين. طب اجيب القيمه الثانيه ازاي؟ قال لي هتروح تهبد تاني، هتروح تقول له شيفت كالك. خلاص، بس المره دي هنهبد عدد سالب، سالب 10 مثلا بيساوي اهو، الراجل قال لك يبقى الكاف ب 10 او سالب 10. ما فهمتش، هتفهمها في اللي بعدها يا حبيب قلبي. يلا تاني، إذا كان جذري المعادلة السوداء دي حقيقيان متساويان يعمل إيه؟ مستر أنت ما وريتناش الطريقة بتاعت علمي. حاضر، استنى بس عليا دقيقة، خلينا نشوف الذكي بتاع أدبي. المعادلة بتاعتك كاف سين أس 2 ناقص 2 كاف سين زائد 3 بيساوي صفر، حقيقيان متساويان. ماشي يا مستر، نعمل ايه؟ قال لي المميز على طول، المميز اللي هو سالب ب ناقص 4 الف ج، اهو شايف القانون ده لسه شغالين بيه، الحصه كلها اصلا ما فيهاش غير القانون اليتيم ده. سالب ب، يبقى هروح اقول له سالب 2 كاف اس 2 ناقص 4، الالف بكام؟ بكاف، الجيم بكام؟ ب3. الكلام ده كله بيساوي كام؟ صفر. ازاي نحل دي يا مستر؟ هتروح للكالكوليتور بتاعتك. يلا تاني، افتح قوس سالب 2 الكاف قلنا بنسميها ايه؟ اكس، يبقى الفا اكس. خلاص، نقفل القوس، قوس 2 ناقص 4، الحاجة اللي مش عارفها بسميها اكس، يبقى هنا في الفا اكس. خلاص، بص حبيب قلبي اهي 4 في، يا اما في يا اما اكتب قوس براحتك، ادي قوس يا مستر، عشان انا يعني بص انا انزل لك لتحت الليفل بتاع الغباء بحبتين في 3. خلاص، الكلام ده كله بيساوي ازاي؟ هنكتب يساوي الفا كالك، بيساوي كام؟ صفر. خلاص، بعد كده هنروح نقول له شفت ايه؟ كالك اهبط. ماشي يا مستر، هدخل 5 اهو، طلعت لي الكاف بكام اول مره؟ ب3، يبقى الكاف ب3. شفت كالك تاني، ههبط هدخل سالب 5 يا مستر اهو، بيساوي صفر، قال لي شكرا، يبقى الكاف يا اما 3 يا اما صفر. ما فهمتش، اعيد الفيديو تاني عشان انا بقي وجعني والله العظيم. يبقى الكاف بتساوي صفر، الف واو يعني كلمه ايه؟ أو، يبقى صفر أو 3. خلاص ماشي، إذا كان المميز للمعادلة دي يساوي صفر،
فإنك كيف تساوي ده النوع اللي هو كده المميز بيساوي صفر. طيب تعال نجيب المميز، مين المميز؟ يعني أوي هنكتب المعادلة بتاعتنا، المعادلة 2 س 2 زائد 5 س زائد 4 ك بتساوي صفر. يلا المميز ب أس 2 هكتبه تاني أهو عشان نحفظه، ب أس 2 ناقص 4 أ ج، هو الراجل قايل لك بيساوي إيه؟ صفر. طيب يلا ال ب بكام؟ ب 5، يبقى 5 أس 2 ناقص 4، الألف بكام؟ ب2، أو الألف معامل س أس 2، في الجيم بكام؟ ب4 ك. الكلام ده كله بيساوي صفر، عايزين قيمة مين؟ ك. شكرا يا مستر، أروح أكتبها على الآلة. يلا خمسة أس 2 ناقص 4 في 2 في 4 إكس، بص الكلام ده كله بيساوي صفر. شيفت كالك، تفتكر الإجابة كام؟ قال لي هي كاف هنا عليها أس 2؟ لا، يعني ليها كام قيمة؟ واحدة بس، دخل أي رقم، 5 أهو، هو هيتشقلب ويجيبها لنا. إيه الرقم الغريب ده؟ ينفع ندوس لك اس دي؟ ماشي، طلع الرقم الغريب اللي أنت شفته، هروح أدوس له ألفا إكس بتساوي، هذه الإجابة يا مستر، يبقى هنا الكاف بتساوي الرقم اللي طلع ده، خلاص؟ ففي موجب وسالب ولا الهوا عشان دي قيمة واحدة بس، اللي هو 25 على 32، 25 على 32، تمام؟ جذري المعادلة حقيقيان، لا خلاص كفاية لحد السؤال ده، يبقى آخرنا لحد 15 ونكمل بعد كده عشان أنا تعبت.